إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل دروسنا في هذا الكتاب، الكتاب الثاني من كتب تعلم اللغة العربية للأعاجم، و درسنا اليوم هو الدرس السابع عشر. السابع عشر. On est en rendez-vous avec le cours numéro 17 dans le livre tome 2. أبدأ بقراءة النص. وبعد ذلك إن كان عندكم أسئلة حول فهم النص فتفضلوا بها. On commence par la lecture du texte. Et une fois j'ai fini la lecture, si vous avez des questions sur la compréhension du texte, vous pouvez poser vos questions et on passe à la deuxième partie. Yani, c'est la partie des exercices. المدرس لما خرجت من الفصل يا عمار. عمار خرجت لأشرب الماء. المدرس ولما خرج ياسر معك. عمار هو خرج ليغسل وجهه. عمار يا أستاذ أنا أريد أن أجلس هنا أمامك، مقعدي بعيد عنك ومن هنا لا أرى ما تكتب على السبورة. المدرس يمكنك أن تجلس هنا الآن، هذا مقعد حمزة وهو غائب منذ أسبوع. اسمعوا يا أبنائي، تبدأ عطلة الصيف بعد شهر، أين تذهبون في هذه العطلة؟ بعض الطلاب نريد أن نذهب إلى بلادنا. المدرس أين تريد أن تذهب أنت يا هاشم؟ هاشم أريد أن أذهب إلى مصر. المدرس أتريد أن تذهب إلى مصر؟ هاشم أريد أن أذهب إلى مصر لأزور أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر. المدرس وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف؟ يوسف أريد أن أذهب إلى لندن. المدرس ألا تريد أن تذهب إلى بلدك؟ يوسف نعم، لا أريد أن أذهب إلى بلدي هذه السنة، أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس اللغة الإنجليزية هناك. المدرس ألا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلدك؟ يوسف نعم، لا يمكنني ذلك، لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. المدرس في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان؟ مروان أريد أن أدرس في كلية الشريعة. المدرس في أي كلية تريد أن تدرس أنت يا موسى؟ موسى لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العام المقبل، ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج. المدرس شفاك الله. عمرو يا أستاذ يكاد الجرس يرن، أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن قبل أن يخرج الطلاب الآخرون. المدرس بقي 3 دقائق، يمكنكم الخروج الآن، اخرجوا بهدوء. انتهى النص. من عنده سؤال فليتفضل به، بارك الله فيكم. celui qui a des questions sur la compréhension du texte, il peut les poser maintenant. جارتنا جارتنا، ما أرى هذه الكلمة جارتنا، أين هذه الكلمة؟
جارتنا، لكن أين هي؟ أين هي؟ بارك الله فيك، حتى أرى معناها في الجملة، أرى معناها في الجملة. La deuxième phrase, خرجت لأشرب الماء. La deuxième phrase, c'est خرجت لأشرب الماء. طيب، يمكنك، يمكن c'est c'est pouvoir. يمكن يعني tu peux. يمكن c'est pouvoir. يعني il peut, tu peux. يمكنك tu peux. بهدوء يعني en calme. بهدوء. الهدوء veut dire le calme. عندما قال لهم اخرجوا بهدوء، cela veut dire sortez en calme. العلاج c'est les soins. العلاج c'est les soins. مقعدي ma place. مقعدي c'est ma place. العلاج on a dit. العلاج on a dit les soins. يكاد aussi on a dit. يكاد قلنا نعم، قلنا يمكن يكاد سي كاد يكاد، قلنا أن كاد يكاد هذه أفعال المقاربة. يكاد سي إلي بخي الفاي، نعم فاي وبيان بخي. أرجو، أرجو يعني سي جيسبيغ، جيسبيغ. أن تسمح، تسمح سي دو بيرمي. أرجو جيسبيغ كو تي بيرمي. بهدوء كذلك أون أدي بهدوء. بهدوء أون أدي سي أون كالم. اخرجوا بهدوء سوغتي أون كالم. إذا إسيي دو فيغ أتونسيون، بارك الله فيكم. إذا نبدأ في التمارين، أون كومونس لي زيكزارسيس. التمرين الأول، أجب عن الأسئلة الآتية. Réponds aux questions suivantes. لماذا خرج عمار وياسر من الفصل؟ نعم تفضل. خرج عمار من الفصل ليشرب الماء وياسر ليغسل وجهه. نعم، إلا أن نطق عمار وياسر لابد أن يكون بالتنوين. La prononciation de Ammar et de Yassir faut, yani, avec le tanwin. Ammarun et Yassirun. Kharaja Ammarun wa Yassirun. Bit tanwin. السؤال الثاني. أين يريد هاشم أن يذهب في عطلة الصيف؟ أين يريد هاشم أن يذهب في عطلة الصيف؟ يريد هاشم أن يذهب إلى مصر. نعم. يريد هاشم أن يذهب إلى مصر. لماذا يريد يوسف أن يذهب إلى لندن؟ لماذا يريد يوسف أن يذهب إلى لندن؟ يريد يوسف أن يذهب إلى لندن ليدرس اللغة الإنجليزية. نعم. في أي كلية يريد مروان أن يدرس؟ في أي كلية يريد مروان أن يدرس؟ يريد أن يدرس في كلية الشريعة. نعم، يريد مروان أن يدرس في كلية الشريعة. طيب، التمرين الثاني، لو دوزيام اكزرسيس، اقرأ ما قاله همايون للمدرس ثم املأ الفراغات فيما يلي على ضوء ذلك. لي سكيلا دي همايون نورمالمون سور لو تيكست سي با همايون سي الله اعلم عمار. سي عمار دون لو تيكست. اذا لي سكيلا دي عمار او بروفيسور اي ابري رامبلي لي فيد dans ce qui suit d'après cela. نعم. يريد عمار، عمار ليس عمر، عمار. يريد عمار أن يجلس أمام المدرس
لأن مقعده بعيد عنه ولا يرى ما يكتب المدرس على السبورة. جيد جيد. يريد عمار أن يجلس أمام المدرس لأن مقعده بعيد عنه ولا يرى ما يكتب المدرس على السبورة. التمرين الثالث لو تخوازيم اكزرسيس، كل واحد يجيب على هذا السؤال. شاكاي دون ان ريبونس ا سيت كيستيون. أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ أريد أن أذهب إلى أمي، نعم. أو الأحسن نقول أريد أن أذهب عند أمي. طيب، أريد أن أذهب في عطلة الصيف إلى الجزائر. نعم، تفضل. أريد أن نذهب لمكة. نعم، قال أريد أن أذهب إلى مكة. عندنا جواب هنا على سكايب، أريد أن أذهب إلى الجزائر في عطلة الصيف. نعم، نريد باقي الأجوبة. بارك الله فيكم، نريد باقي الأجوبة. أريد أن أذهب إلى السعودية هكذا، السعودية. أريد أن أذهب إلى المغرب، نعم. أريد أن أذهب إلى المدينة النبوية، النبوية أحسن من المنورة، باسكو كون دي المدينة النبوية، أون دون لابارتونونس أو بروفيت، l'appartenance de cette ville au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais al-Munawwara, Allahu a'lam, yuqal annaha lafza soufiya. Uridu an adhhaba ila biladin akhar. Na, uridu an adhhaba ila ahsan naqul baladin. Uridu an adhhaba ila baladin akhar. Na. طيب، التمرين الرابع لكاتخيام اكزرسيس، يعني كذلك أطلب منكم الإجابة عن هذا السؤال. أطلب منكم الإجابة. شاكاي دون ريبونس أ سيت كيستيون. في أي كلية تريد أن تدرس؟ في أي كلية تريد أن تدرس؟ نعم، أريد أن أدرس في كلية الطب. نعم، أريد أن أدرس في كلية الطب. نعم، تفضل محمد. نعم، أريد أن أدرس في كلية الشريعة. أريد أن أدرس في كلية الشريعة. جيد. أريد أن أدرس اللغة العربية في بلد عربي. نعم، الجواب بارك الله فيكم، في أي كلية تريد أن تدرس؟ في أي كلية؟ ليس ماذا تريد أن تدرس، لا، في أي كلية. أريد أن أدرس في كلية الشريعة. الشريعة بارك الله فيكم، تكتبوا هكذا، في كلية الشريعة. أريد أن أدرس في كلية القرآن، نعم. أريد أن أدرس في كلية الطب، جيد. أريد أن أدرس في كلية أصول الفقه، نعم. أريد أن أدرس في كلية اللغة العربية، نعم. طيب، نأخذ التمرين الخامس. الشريعة، انظروا كتبتها لكم، بارك الله فيكم، وأعيد كتابتها مرة أخرى. الشريعة هكذا. التمرين الخامس كذلك هنا فيه سؤال، ولكن الإجابة أن تختاروا جواب من هذه الأجوبة. الأجوبة موجودة هنا، يعني il faut choisir un de ces réponses. Chacun il choisit un de ses réponses. Parmi les réponses, أشرب الماء، أدخل المرحاض، أغسل وجهي، أذهب إلى المدير،
آخذ دفتري من زميلي، أقرأ الإعلان، أعرف سبب الضوضاء، أجلس في الشمس، أبصق، أبحث عن مفتاحي، أسأل مدرس الفقه سؤالا. إذن كل واحد يختار جواب من هذه الأجوبة. Il choisit un de ces réponses. والسؤال هو، et la question c'est، لماذا خرجت من الفصل؟ لماذا خرجت من الفصل؟ ها؟ فالجواب تقول خرجت لي، et tu choisis un de ces réponses. خرجت لي، et tu choisis un de ces réponses. ولكن هنا أنبه على شيء. Remarque que عندما نجيب خرجت لي، il faut savoir, il faut sache que اللام هذه لام التعليل. لام التعليل. درسنا لام التعليل أم ما درسنا؟ لام التعليل درسناها أم لا؟ تذكرون لام التعليل؟ لام التعليل تنصب الفعل المضارع. تنصب الفعل المضارع. الله أعلم درسناها، هذا الذي يظهر لي أننا درسناها. طيب الجواب على السؤال الأول، أريد، هذا يعني الجواب من جهة سكايب، أريد أن أدرس في كلية الطب. لا هذه انتهينا منها. إذن ما يوجد جواب على سكايب. أنا كان في ظني أن في أجوبة. لا لم، نعم خرجت لأشرب الماء. جيد، خرجت، إذن عندنا جواب على سكايب وهو خرجت لأشرب الماء. نعم خرجت لأعرف سبب الضوضاء. نعم خرجت لأعرف سبب الضوضاء. خرجت لأغسل وجهي. نعم خرجت لأغسل وجهي. نعم خرجت لأدخل المرحاض. خرجت لأدخل المرحاض. جيد، خرجت لأجلس في الشمس. نعم خرجت لأغسل وجهي، خرجت لأجلس في الشمس. نعم طيب، إذا ما في ما في أجوبة أخرى. نعم تفضلوا بالصوت، تفضلوا. أخرج إلى المدير. لا الجواب غير صحيح، الجواب خطأ. خرجت لأذهب إلى المدير، هكذا نقول خرجت لأذهب إلى المدير. طيب تفضل للمسلم. خرجت لأقرأ خرجت لأقرأ الإعلان. نعم خرجت لأقرأ الإعلان. جيد، خرجت لآخذ دفتري من زميلي. نعم خرجت لأقرأ الإعلان كذلك. نعم طيب، التمرين السادس، ما الإعلان؟ سي لانونس. الإعلان سي لانونس. التمرين السادس، اقرأ ما يلي، اقرأ هذه الجمل. من يقرأ؟ اقرأ هذه الجمل. من يقرأ؟ بارك الله فيكم. نعم تفضل، الجملة الأولى وإسحاق. أريد أن أذهب للمستوصفي. نعم أريد أن أذهب إلى المستوصفي. الجملة الثانية، من يقرأ الجملة الثانية؟ نعم تفضل. نعم نسيت أن أقول لك شيئا. تفضل الجملة الثالثة. أريد أن أحفظ القرآن الكريم. نعم أريد أن أحفظ القرآن الكريم. الجملة الرابعة، من يقرأ الجملة الرابعة؟ بارك الله فيكم. للمسلم، للمسلم، لم تقرأ، اقرأ تفضل. نسيت أن أكتب الدرس. نعم نقول نسيت أن أكتب الدرس. الجملة الخامسة أبو إسحاق. أريد أن أدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم.
جيد. أريد أن أدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم. الجملة السادسة محمد. نريد أن نسألك سؤال يا أستاذ. نعم، نريد أن نسألك سؤالا يا أستاذ. الجملة السابعة. إسلام تفضل. أتريد أن تقول لي شيئا؟ نعم، أتريد أن تقول لي شيئا؟ الجملة الثامنة. يريد أخي أن يدرس بالجامعة الإسلامية. نعم، يريد أخي أن يدرس بالجامعة الإسلامية. الجملة التاسعة. من يقرأ الجملة الأخيرة؟ من يقرأ الجملة الأخيرة؟ بارك الله فيكم. نسيت أن أكتب العنوان على الظرف. جيد، نسيت أن أكتب العنوان على الظرف. التمرين السابع. Le septième exercice, أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا أن. Réponds aux questions suivantes en utilisant أن. السؤال الأول، la première question. أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ نعم محمد. أريد أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية. طيب، نريد أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية. الجواب الثاني، السؤال الثاني، السؤال الثاني، لما تريد أن تدرس اللغة العربية؟ نعم تفضل. أريد أن أدرس اللغة العربية لأفهم ديني. نعم. السؤال الثالث، مع من تريد أن تلعب؟ مع من تريد أن تلعب؟ نعم، مع من تريد أن تلعب؟ نعم، ننتظر في الجواب. On attend la réponse. أريد أن ألعب مع ولدي. نعم، أريد أن ألعب مع ولدي. طيب، السؤال الرابع، من أي إذاعة تريد أن تسمع الأخبار؟ محمد. أريد أن أسمع من إذاعة الرياضي. نعم، أريد أن أسمع من إذاعة الرياضي. ماذا تريد أن تشرب يا أخي؟ أريد أن أشرب عصير. أريد أن أشرب عصير. نعم، العصير. السؤال السادس، لما تريد أن تذهب إلى الطبيب؟ لما تريد أن تذهب إلى الطبيب؟ أريد أن أذهب إلى الطبيب. On dit pas أن تذهب. No. Dans la question, on dit تذهب. Mais la réponse, أذهب. أريد أن أذهب إلى الطبيب لأني مريضة. لأني مريضة. نعم. السؤال السابع، ماذا تريد أن تأكل في العشاء؟ ماذا تريد أن تأكل في العشاء؟ جيد، قال أريد أن أكل في العشاء البطاطا. السؤال الثامن، ماذا نسيت؟ ماذا نسيت؟ تفضل محمد. نسيت أن أسأل المدرس. جيد، نسيت أن أسأل المدرس. التمرين الثامن، اقرأ الأمثلة الآتية للعب التعليل. اقرأ
الأمثلة الآتية للام التالي لي لي زيكسون سويفون دو لام التالي. من يقرأ الجملة الأولى؟ نقول لأني ونقول لأنني، نقول لأني ونقول لأنني لدو. نعم تفضل محمد. ندرس اللغة العربية ليفهم القرآن الكريم النبوة الشريفة. نعم ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. نعم أبو إسحاق الجملة الثانية. قال المدرس ليكتب على سبورتي. نعم قام المدرس ليكتب على السبورة. الجملة الثالثة تفضل. لأشرب الماء. أحسنت خرجت من الفصل لأشرب الماء. الجملة الرابعة تفضل. ذهب أبي إلى جدة ليشتري سيارة. أحسنت. الجملة الخامسة محمد. خلقنا الله تعالى لنعبد. نعم خلقنا الله تعالى لنعبده. الجملة السادسة تفضل. نعم دخلت الحمام لأغسل وجهي. الجملة السابعة أبو إسحاق تفضل. ذهبت إلى مكتب البريد لآخذ البرقية التي جاءتني من أبي. جيد. الجملة الثامنة أو إتيم خاز. من يقرأ الجملة الثامنة؟ تفضل. فتحت النافذة ليدخل الهواء فدخل الذمام. نعم فتحت، نقول فتحت النافذة ليدخل الهواء فدخل الذباب. الجملة التاسعة من يقرأها والآخرة في التمرين؟ من يقرأ؟ نعم تفضل محمد. طيب جيد. نقول يا حمزة أذهب الآن إلى السوق لأشتري دفاتر وأقلاما لي ولك ولسعادة. لعلنا نتوقف هنا هذه الليلة إن شاء الله، ونترك بقية الدرس للأسبوع القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.